السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة. الله يبارك في الجميع. احنا قلنا نشارك معاكم بعض النصائح تخص نقدر نقول تركيب شمع الأساس، ونتكلم على بعض الأمور اللي تهم النحال. طبعا الله يبارك في الأصدقاء، احنا بنلحم شمع الأساس في السلك عن طريق نقدر نقول المعاملة الحرارية، أو نقدر نقول البطارية، تمام، بنلمس طرف من الجانب الأيمن، تمام، وطرف كذلك من الاتجاه الأيسر، بحيث أن السلك اللي هو راكب في الكادر الخشب يأخذ نقدر نقول جزء من الحرارة، بحيث يتم تثبيت شمع الأساس على السلك، تمام. طيب أنا عاوز أتكلم في بعض النصائح في الموضوع دوت، يهم بعض الأصدقاء، تمام. في البعض طبعا بيقوم بتلحيم شمع الأساس من المجرة اللي بيركب فيها، اللي هي في السدابة اللي في الأعلى، بيقوم بتركيبها نقدر نقول بتثبيتها عن طريق شمع بيسيح بعض الزوائد الشمعية ويثبته. طيب اللي أنا عاوز أتكلم فيه إيه؟ عامة البعض كان بيشتكي في الفترة الأخيرة من بعض أنواع الشمع اللي ربما تكون رديئة أو سيئة، تمام. موجود الشيء ده في كل البلدان، سواء عربية أو حتى بلدان أوروبية، تمام. ولذلك أنا أنصح الأخ النحال قبل ما يشتري كميات من شمع الأساس، لازم على الأقل أجرب برواز أو اتنين أو تلاتة منها، وأعرف مدى تقبل النحل للشمع الأساس ده قبل ما أجيب الكمية. لأن في البعض للأسف بيجيب كرتونة اتنين تلاتة، تمام، وبالتالي يكون الشمع سيء، يخسر الكمية دي، تمام. أنا مش هسمي أنواع معينة، لأن طبعا بعض الأصدقاء بيتابعنا من بلدان كتير، سواء عربية أو بلدان أوروبية. بس اللي أنا أقدر أنصح الأخ بيه، إن هو في الانطلاقة اللي احنا موجودين فيها حاليا، والنشاط اللي احنا موجودين فيه حاليا، وتقاصر النحل اللي احنا موجودين فيه حاليا، تمام، لابد أختار جودة شمع ممتازة. طبعا زي ما احنا شايفين برواز الاساس بعد ما تم تركيبه، طبعا تبارك الله ما شاء الله. في بعض الاصدقاء لها طرق اخرى في تركيب الاساس، لا يوجد مشكلة. عامة اهم حاجة ان الغرض في النهاية، تمام، يكون نقدر نقول البرواز الاساس متثبت على السلك. طبعا الله يبارك في الاصدقاء، حاليا بنقص نقدر نقول جزء بسيط يعادل مثلا 5 ملي من الشمع، على اساس ان انا لما اركب الشمع دوت في الكادر الخشب يكون في ممرات في الاسفل تسمح بمرور النحل، تسمح بمرور الملكة، تمام. لابد ناخذ الشيء ده بعين الاعتبار. في البعض بيكون نقدر نقول جاي الاساس او فرخ الشمع جاي مظبوط على البرواز، مفيش اي منفذ النحل يعبر منه. لا، في الحالة ديت يفضل ان الاخ النحال يقص زي ما انا قصيت جزء بسيط، سواء من الجانب الايمن او من الجانب الايسر او من الاسفل، تمام. لان ما ينفعش ان انا اركب فرخ الشمع ويكون مغطي الكادر بالكامل، لازم يكون في ممرات تسمح بعبور النحل، تسمح بعبور نقدر نقول الملكة. زي ما احنا شايفين، لو احنا شفنا في الاتجاه الاسفل في تقريبا ما يعادل مثلا 1 سنتي او 7 ملي تسمح بمرور النحل والملكة. طبعا انا بالنسبة لي بفضل ان انا اثبت الاساسات الشمعية عن طريق البطارية زي ما احنا شايفين في الفيديو، تمام، بتكون افضل. عاوز اتكلم في نصيحة ربما تهم بعض الاصدقاء. انا دلوقتي في المنزل، نقدر نقول اجواء صيام كما يعلم الجميع، وكذلك فيه نشاط في النحل، فبالتالي أنا مثلا محتاج 20 برواز أو محتاج 30 برواز. بقوم بعمل 20 أو 30 برواز، من ثم بكرة الصباح اللي هو نقدر نقول بكرة الخميس إن شاء الرحمن، في زيارة المنحل أخذ البراويز دي وأبتدي أنزل البراويز للخلايا اللي محتاجها، تمام. واحد ممكن بيكون بيستمع ليه يقول لي أنا ممكن أعمل براويز أخويا محمد واترك البراويز دي شهر او شهرين وكل ما احتاج اخد منها، اقول له لا. ليه؟
فرخ الشمع ما تطلعوش في الكرتونة، ما تطلعوش من الكرتونة إلا للتثبيت، تثبته على الكادر الخشب أو برواز الخشب أو السدابة، ومن ثم تروح تنزله مباشرة بعدها بيوم أو يومين للنحل بحد أقصى، لأن رائحة الشمع لما تتركها برة أو تترك الشمع ده أسبوع 10 أيام 15 يوم بيخلي رغبة النحل في عملية البناء تقل. تمام. فيفضل ما نركبش الأساس إلا عند الاحتياج. تمام. ومن ثم تنزيله للخلايا. في البعض بعد ما بيركب أساس الشمع وينزله للنحل بيفاجأ إن النحل ترك الأساس وبنى جنب الأساس زوائد شمعية. طيب المشكلة هنا فين؟ طبعا شايفين البرواز ما شاء الله تبارك الله. المشكلة هنا فين؟ المشكلة بيكون بنسبة كبيرة ربما تقارب من 90% هو إن الشمع نفسه أو جودة الشمع سيئة. تمام. أنا أعرف بعض الأصدقاء، نقدر نقول ذكرت الموضوع ده من قبل، أخونا أبو داود نقدر نقول من داخل مصر اشترى تقريبا 50 برواز متسلك ومحطوط شمع فيه وكل شيء، كان ينزل الأساس الشمع داخل الخلية مع وجود كثافة نحلية ووجود نشاط، وللأسف النحل يترك البرواز ويترك الشمع ويروح يبني شمع حر. ليه؟ لأن نسبة البروفين للأسف أعلى من نسبة الشمع الخام، وبالتالي نقدر نقول في مشكلة داخل الشمع. نتمنى الانتباه من الشيء ده، نتمنى ما نشتريش كميات كبيرة إلا بعد تجربة الشمع في البداية. نسأل الله يا رب يبارك الجميع، وشكرا جزيلا لكل المتابعين معنا.